معي مشكورا من بيروت الجنرال ناجي ملاعب، خبير أمني واستراتيجي. سيد ملاعب، مرحبا بك. أهلا أهلا. هي أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعيشها لبنان، وصلت إلى حد اقتحام بعض المودعين فروعا للمصارف لاستعادة ودائعهم المحتجزة بقوة السلاح، ولو اتضح فيما بعد أن أغلبيتهم ربما من البلاستيك، لكن اقتحام وأخذ للودائع بالقوة ما دفع المصارف في لبنان إلى إقفال أبوابها أمام المواطنين إلى حين الحصول على ضمانات أمنية من السلطات لتأمين مناخ آمن للعمل حتى إشعار آخر. ولكن هل يمكن جنرال ملاعب، هل يمكن للقوى الأمنية فعل ذلك؟ نعم، ما حصل هو استيفاء حق بالقوة. استيفاء الحق بالقوة أوصل عند يعني خلال عامين يصل قيمة الدولار في لبنان من 1500 ليرة لبنانية إلى 39 ألف ليرة لبنانية. هذا لم يعد لهذه الأموال المودعة قيمة، وهناك تقنين من المصارف بإعطاء الناس المودعة حقوقها. يعني هذا الوضع خلق جمعية للدفاع عن هؤلاء المودعين. هذه الجمعية، جمعية الدفاع عن المودعين، حاولت السلوك طريق القضاء الرسمي، وهناك محامون تقدموا بدعاوى لدى القضاء، ولكن قضاؤنا يبدو أنه استقال من دوره. لا سلطة قضائية في لبنان مستقلة وهي تتبع لمن عينها، كل قاضي يتبع لطائفة لزعيم طائفته ويأخذ أوامره من زعيم طائفته. لذلك القضاء فشل في إعطاء هؤلاء الناس حقوقهم، وكذلك السياسيون كذلك هم هربوا أموالهم من درب لبنان، هم ورؤساء المصارف وإدارات المصارف هربوا أموالهم قبل هذه الفاجعة إلى الخارج، وبالتالي كان كل الأزمة على هؤلاء المودعين. أنا لست مع استيفاء الحق بالقوة، ولكن الموضوع لا يحل أمنيا. نحن لا يوجد دولة في العالم تضع جيشها وعناصر أمنها بحماية المصارف. المصارف هي قطاع خاص، لديهم شركات خاصة في الحماية، شركات أمنية خاصة وموجودة تلك الشركات، ولم يتم اقتحام أي مصرف باستعمال السلاح. كل هذا السلاح سلاح خلبي. وصلت الفكرة جنرال ناجي ملاعب، الخبير، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.